فنحن تركيزنا مثلا تمويل فواتير المستخلصات المستحقات. هذا التمويل، هذا المنتج لا يوجد في السوق حاليا، ان يعني البنوك والشركات التمويل ما يقدم هذا المنتج. فنحن عندنا كمان ابداع في مجال المنتجات، والان شغالين مثلا منتجات جديده، مثلا عندنا منتج مع شركات تجاره الكترونيه. فهذا الشيء اليوم ان اي تجاره الكترونيه يروح للبنك ممكن ما ياخذ تمويل، او عند جهات او عند جهات شركات التمويل ما تقدر تاخذ التمويل منهم، لانه بالنسبه لهم هذا سوق جديد، ما هو فاهمينها ايش كيف يدرسوا القوائم الماليه، فيها تعقيدات حتى الان بنوك ما يفهموها. فنحن نقدر نبدع في هالمجال وننتج منتجات جديده. الان غير تمويل فواتير عندنا منتج تجاره الكترونيه، وعندنا كمان بعض المنتجات راح نطلقها خلال الاشهر القادمه متخصصه في بعض المجالات، في مثلا الشركات الناشئه التقنيه اللي هي يجو اللي يكون عاده مدعومه من راس مال جريء، وراح يكون عندنا منتجات متخصصه في بعض القطاعات. فيفرق بيننا وبينهم المنتج التمويلي مبدع. وبالنسبة للمستثمرين عوائدنا عالية يعني الحمد لله ممتازة جدا. نحن الحمد لله يعني وصلنا مرحلة نمو عالية جدا، فمولنا بالملايين وقدرنا نحصل كمان، فتقريبا يعني حصلنا يمكن 30-40% من اللي مولنا تم تحصيلها بدون أي تأخر أو أي ديفولت يعني.